درجي نرجع لكم في أغورا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا في ساعتنا الثانية لليوم. معكم نحن للخمسة متاع العشية، ونعود نذكركم في موضوعنا اللي نطرحوه اليوم في أغورا. دونك اليوم نحكيه على المظاهر في حياة التونسي. أخذينا العديد من الأراء وتفاعلات متاعكم في الموضوع هذايا، والأكثرية يقولوا إيه نعم المظاهر موجودة في المجتمع التونسي، والتونسي يعيش بالمظاهر. ومازلنا أكيد مكملين مع تليفوناتكم وأراءكم قاعدين يوصلون على 72 328 500. معنا أمال من دار شعبان. مرحبا أمال. ألو، عسلامة مولا. شنحويلك، لاباس عليك؟ لاباس موتي. مرحبا بيك يا للا، يعيشك يا أمال. ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك والمستمعين في دار شعبان. كيفاش أمال؟ معناتها باهي الموضوع اليوم، معناتها يمس المجتمع التونسي. باهي، عطيني رأيك أمال أنت في الموضوع هذايا، لي زاباغونس هذوما المظاهر، شنو رأيك في الموضوع؟ قل لي. والله بالنسبة للمظاهر فما ناس معناتها فما هكا وهكا، معناتها مش ديما نتحدثوا على السلبي وليس الإيجابي. كيف فما ناس معناتها يمشيوا بالمظاهر، كيف فما ناس محلاهم وعلى طبيعتهم ومعناتها وقت اللي يحبوك يحبوك الربي، معناتها يحبوك الربي، ما يحبوكش لفلوسك لخاطر هما لاباس عليهم، لخاطر انت فقير، يحبوك يقول لك نحبك لله، معناتها لله في سبيل الله. معناتها ومعناتها وعادي، معناتها يسلموك يبتسموا في وجهك، معناتها يبتسموا في وجهك يصبحوا عليك، معناتها كل خير يسهلوا عليك زاد في المناسبات، حتى لو كان مش كل يوم خاطر المشاغل تاع الدنيا كذا وكذا يسهلوا عليك، معناتها من حين لاخر يسهلوا عليك. فهمتك، معناها امال بالنسبه لك انت مش موجوده برشا المظاهر في المجتمع التونسي. موجوده انا ثم البي ثم الخايب. موجوده، انا بحكي لك تو موجوده. موجودة معناتها كيما تقول أكثر من معناتها ديما كل الناس اللي تمشي بالمظاهر لقيتهم أكثر من الناس اللي يمشوا على طبيعتهم. معناتها نحكي ولا معناتها كيما العدوى، فهمتي أمير أمولة؟ كيما العدوى. أنت كيما تقول الحكاية قاعدة وتزيد، مش توقف. فهمتك. مش معناتها متأسف أنا اليوم كيف يشوف معناتها حد معناتها وصلت الحكاية للصغار راهو. معناتها حاجة خطيرة راهو، كون نربوا صغارنا معناتها نربوهم على معناتها من الصحب شذي والصحب هذاك، انا معناتها خلي الصغار على طبيعتهم. اي صحيح. انت عندك شي تجربه شخصيه امال في الموضوع هذايا؟ والله عندي تجربه، ماهيش معناتها ما عنديش برشا تجارب، انا عندي تجربه صغيره الحقيقه باهيه. معناتها عندي جارتي بصراحه يرحم والديك ووالديها، جيراني ولا ثلاثه معناتها باهيين الحقيقه يصبحوا علينا، لا هم طامعين فيا لا اني طامعه فيهم. فهمت. حتى بالعكس، حتى كيف يروني هكا ولا هكا يمدوا يد المساعده كل شيء، وما همش ينتظروا منك في حتى شيء، معناتها ما همش ينتظروا منك في حتى شيء. معناتها يلزم هذا الواحد يسال خير اللي ثم ناس باهيه، ثم ناس باهيه معناتها، ثم زاد تعرف انا كيفاش الرام هذوك من الناس اللي يخرجوا بالمظاهر ويمشوا بالمظاهر. انا بصراحه الراه نوع من المرض. حاشا المستمعين الكل، الراه معناتها نوع مرضي. معناتها كيفاش؟ معناتها شنو هو واحد يمشي بالمظاهر؟ انت تقيم في الانسان اليوم بالمظهر بتاعه، بالفيست اللي لابسها، بالصباط اللي لابسه، بالمظهر اللي عملها في شعره، بالكرب اللي يسوق فيها. الناس الفقير وعنده كرامته وعنده شخصيته وعنده كلمته وعنده معناتها عنده التربيه بتاعه وعنده برشا حاجات، عنده قرايته، ماهوش الدنيا كل مظاهر. معناتها تحديث الرافين برشا عبيد بالحق يوميا، رقم انا عطار معناتها الرافين يوميا لك ساعات تحس واحد كلمه صباح الخير يقولها الناس معينين هكا، معناتها ماذا بيا لو كان يخلط عليهم باش يقولها لهم. وناس اخرى تلقاها الكلمه ساعات ما يسمحهاش اللي بجنبه، واضح هو معناتها بشوي يقول فيها، معناتها كاين خساره فيه كلمه صباح ولا على السلامه. واضح كلمه يقولها في الشرعه. اي فهمتك أمال، والصوت متاعك أكيد وصل معانا. دونك أمال تقول صحيح فما مظاهر، ولكن فما ناس زادة ما تمشيش بالمظاهر، وفما ناس ما يغرهاش معناها أنك تكون لابس بالكدا وإلا دارك مثخمة وإلا الكرهبة متاعك الموديل متاعها كذا. فما ناس هكا وناس هكا. نمشي وناخذ رأي أحلام توا منزل تميم. مرحبا بك معانا أحلام.
أهلا عسلامة، مرحبا. مرحبا بك معنا ليلى على غاديو مي، تحية كبيرة ليك، تحية المستمعين الكل في منزل تميم. دونك أحلام، الموضوع متاعنا اليوم عندك ما تقول فيه، تفضل. وي بيان سور، الموضوع هذا اليوم عندي ما نحكي فيه برشا حاجات بالنسبة لي أنا، عشت اكسبيريونس في الفرق. أحلام جست ساكن الغاديو اللي بحذاك باش نجم نسمعك بالكدا ولا تبعد عليه؟ داكا. أنا مثلا تسمع فيك؟ نسمع فيك بالكدا. مثلا عشت اكسبيريونس في الفاك خايبة برشا مع البروفات مثلا. مثال عنا بروف، مثال أنا سنة مستر ترمينال، عملوا مثلا عنا بروف معناها يعامل فينا على حساب المظاهر، وديجا كي حسينا الشيء هذا في الكلاس وكل شيء حكينا معاه، بمعنى حكينا معاه بكل صراحة علاش هذا هكا وهذا هكا وأحنا هكا، يعني نو أنا نعامل الناس على أساس المال والجمال. هو قالكم هكا معناه؟ تو سامبلومون هكا معناه، وما تنجمش تناقشوا جملة، هو إنسان مقتنع بالشيء اللي يعمل فيه معناه. كيفاش أحلام، زيد احكي لنا أكثر، معناها كيفاش يميز ناس على ناس؟ يميز ناس على ناس، مثلا احنا مثلا نهزوا لرجيل، معناها ندبروا لرجيل من الفك، خاطر انا بحكم عامله بوزار ندبروا مثال لرجيل من الفك، كل شيء نهزوه على يدينا ونروحوا به للدار وكل شيء. وفما الناس لرجيل نتاعهم يتخبى في الـ في الـ في البيرو نتاعو، وكي ندخلوا للبيرو نتاعو مثال باش نجيبوا حكايه، باش نجيبوا رابور، باش نجيبوا حكايه، يشوفوه البودان هذاك فم، ونشوفوا اللي في اليوم مثال اللي معانا ماهوش يهز في حد شيء، كان هو الوحيد يبقى في الامير، فهمت؟ سبحان الله، تغيبك انت تتعب وتخدم وكل شيء، وبعد كي انت تلاحظ الاشياء هذا وجهنا بيه، فهمت الكلام هذا؟ قال لك لا، انا نعامل الناس على اساس المال والجمال. دونك راهو المظهر يا خو بالحق، معناه المظهر عنده قيمه كبيره عند الناس. حتى انت كي تمشي تقدم في خدمه مثلا يغضب لك لابس ديريك. هو اسمعني احلام، معناها للناس اللي باش تقدم خدمه، باش تقدم في خدمه، باش تمشي تطلب عمل، اكيد باش تمشي بمظهر لائق ومظهر نظيف. اي مظهر لائق، اما لكن يعطيوه قيمه كبيره على الاخر. على الاخر باش تمشي نظيف ومحليك وكل شيء، مش بالضروره تكون لابس سنيه من اجس كازيت، سامحني. صحيح، مش الناس الكل عندها. ولا اما انا بالحق تجربة دي عشت خايبه في الفاك على الاخر، حتى عمي ما نحبش حتى نبداو نفكروا الى حد الان البروف، حتى نشوفوا بالحق خاطر وصل لي مساج خايب على التعليم، معناها انا نهار اخر نشوف روحي بروف كيف نتعامل حتى مع الاستديونات. اكيد مش البروفيت الكل كيف، معناها اكيد فما ناس بهين وناس ما تمشيش بالمظاهر ومحلاهم، اما ديما تبقى الحاجه الخايبه ديما تتفكرها معناها، فهمتي؟ وانا شنو ناقصني؟ مش ناقصني حتى على هذاك وذاك وذاك، بالعكس انا خدام ونبرز روحي بخدمتي مش بمظهري. معناها بالنسبه لك انت المظاهر موجوده في المجتمع التونسي، وبرشا ناس تمشي على اساس المظاهر. بيان سير، اكيد المظاهر موجوده برشا، ما ننكروش اللي فما ناس زاد ما تعاملش نتعامل، انت حتى في الاصحاب فما ناس تختار لك اصحاب معينين، تحب مثال اصحابهم في الباك عندهم كرهبه، عندهم ما نعرفش حكايه، باش يخرجوا يحوسوا، معناها مش عامل اصحاب لخاطر تحبوا متأمنوا على سره، ولا مثال ما نعرفش يعني يكون رفيق دربه بالحق صاحبه، ما غير حتى حجوزات حتى مصلحه. فوالا، دونك فما المظاهر صدقني في كل شيء، فما صاحب تكون صاحبتك كي تعمل جروب في هكا اصحاب جو يصرفوا فلوس وخرجت ودخلت ومظاهر ولبسه والدنيا، دونك لازم يبعدوا عليك في اي ثقه معناها. واضح احلام، الراي نتاعك وصل معنا اكيد. نسلم عليك برشا يعيشك، تحيه كبيره ليك للا، تحيه المستمعين الكل في منزل تميم. نحن مازلنا باش نحكيو على الموضوع هذايا اكثر، وبعد شويه يكون معنا مدرب تنمية ذاتية غيث السويسي نحكيه معه.